والآن مع الحجة التي تقول سأنجب طفلا ليجد علاجا لمرض السرطان. هذه الحجة باطلة لأكثر من سبب. السبب الأول، عندما تنجب أنت طفل لهذا الغرض، لماذا لم تجد أنت علاجا لمرض السرطان؟ لماذا فشلت في ذلك؟ ولطالما أنك أنت فشلت في ذلك، فكيف تتوقع من غيرك أن يجد هذا العلاج؟ ثانيا، هذا توقع كبير جدا، على الأرجح سيصاب بالسرطان بدلا من أن يجد له علاجا. ثالثا، أنت تعطي مهام خاصة لهذا الطفل كي يأتي إلى هذه الحياة كي ينفذ هذه المهام، وهذا لا يحق لك أبدا. رابعا، هو ليس بحاجة إلى كل هذا من الأساس كي يأتي ليجد علاجا لمرض السرطان. تستطيع أن تتبنى طفلا وتحاول أن تتوقع منه أن يجد علاجا لمرض السرطان. هذه الحجة باطلة. نراكم في حجج مقبلة.